لاباط ديال الكرواسه اللي مورقه وناجحه معكم 100% واللي غادي نصايبوا بها بزاف ديال الشكل. بسم الله. كيلو دقيق، جوج كيسان لا روب ديال السكر سنيده، تقريبا نص معلقه كبيره ديال الملح في جناب ديال الدقيق، كاس لا روب ديال الزبده مذابه، بيضه وحده، الخميره ديال العجين، ما دافي، كنحاولوا نخلطوا الخليط اللي كيكون في الوسط مزيان. كندلكوا العجينه ديالنا مزيان بعد ما ارتاحت لاباط ديالنا، غادي نحاولوا نحلوها. 250 غرام ديال الزبده مارغرين كنحطوها في الوسط وكنتنيو عليها العجينه. بعد ما سرحنا هاد السريحه الاولى كنلاقيو العجينه ديالنا في الوسط وكنطويوها على جوج. ودابا عاوتاني غادي نسرحوا هاد السريحه الثانيه، غادي نعاودوا نديروا العجينه ديالنا نفس الطريقه، غادي نلاقيوها في الوسط وغادي نطويوها. بعد ما ارتاحت لاباط ديالنا نقسموها على ثلاثه باش نديروا فيها ثلاثه ديال الشكل، كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي مورقه.